السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنضيف مبنى ثلاثي الأبعاد وهنضيف جدول زمني ونشوف ازاي نربط بعض العناصر بينهم. فأول حاجة هعملها هقول له فايل وهقول له اعمل لي امبورت لحاجة ثلاثية الأبعاد. تمام، هو مديني امتيازات كتيرة جدا، فنختار مثلا ال FBX وأقول له اوبن. فهيبدأ يقول لي اذا كنت عايز اضيف حاجة تانية ولا لأ، فأقول له نيكست نيكست امبورت. هعمل اسايمنت، لا خليها دلوقتي. الريسورسز دلوقتي انا هخليها بعدين. فينيش. طيب عايز ابدا اضيف بقى ايه الجدول الزمني. فايل امبورت، ممكن اضيف بروجكت اكس ام ال او برومافيرا، هما الاتنين نفس الحاجه. هو المايكروسوفت بروجكت اكس ام ال اللي امتدت كتير جدا، بس هو هنا مديني الاكس ام ال بس، في بي ام اكس في كذا امتدت تاني. طيب هقول له ده الملف اللي انا عايزه، الجدول الزمني. الجدول الزمني بيبقى عبارة عن اسم المهمة وكم يوم وهتبدأ امتى وتنتهي امتى. فهقول له نيكست. ايه الحاجات اللي انا عايز اعمل لها امبورت وايه الحاجات اللي انا ممكن اعمل لها سكيب مش محتاجها دلوقتي. اقول له امبورت، فقال لي خلاص. طيب لو انا عندي حاجة هنا عايز ابدأ احدد الوقت بتاعها، وليكن مثلا التلات اعمدة دول عايز اربطهم بالتاسك ديت. تمام، ادوس هنا رايت كليك، هقول له اساين تو سيلكت تاسك، هيديني رسالة خطأ. ليه؟ لان انا لازم احطها في الريسورس الاول. فادوس هنا رايت كليك واقول له انا عايز ريسورس ويزارد، عايز احطها في الريسورس، واقول له اعمل لي نيو ريسورس، واقول له بقى ده اسم الكومباني، ده الاسم بتاعها، ممكن تديها مثلا كولوم، مثلا التايب بتاعها، هل هي اكيوبمنت ولا هيومن ولا لوكيشن ولا ماتيريال، ريسورس ستاتس ايه، سيستم. هنا بيقول لك انت عايز تعمل على شكل build tree ولا لا، انا اقول له assign to this resource don't build tree finish. هتلاقيها اتضافت هنا. تمام، دلوقتي اقدر اعلم على المهمه اللي انا عايزها، وادوس رايت كليك واقول له assign to select task، بقت موجوده هنا. تمام، ممكن مثلا اعلم على حاجه تانية بالشكل دوت، واقول له resource wizard. تمام، واقول له اديها بقى الاسم اللي انا عايزها، وليكن ستير مثلا، ستير نيكست فينيش. وبعد كده هعلم على تاسك اخرى، وادوس رايت كليك واقول له اساين تو سيلكت تاسك. طيب في اي وقت ممكن اعلم على دول، خلاص هما التلات دول مع بعض في تاسك واحده، هدوس هنا رايت كليك واقول له انا عايز اعمل ان اساين. تمام، خلاص بقت ان اساين، اختفت من هنا. ممكن اجي اعلم على ديت، اعلم على الجزء دوت، وادوس رايت كليك هنا وهقول له انا عايز اشوف بس الحاجه اللي معمول لها، عايز اشوف دي موجوده في التاسك بتاعها فين. select assign to task، هيبدأ يعمل select على الجزء اللي مرتبط بيه، لان هو ممكن تكون مرتبطة باكتر من تاسك، ممكن حاجة واحدة ومحطوط مثلا في التاسك دي هتبدأ يتعمل لها مثلا الخشب اللي حواليها، هيبدأ نصب فيها، هنبدأ يعني ممكن تكون موجودة في اكتر من واحدة، اكتر من تاسك، فبيعلم لي كل الحاجات الموجودة في التاسك. تمام، يعني ممكن مثلا الباب هيبقى فيه تركيب، فيه دهان، فيه كذا حاجة، فبيعلمنا على كل التاسكات اللي متعلقة بالعنصر دوت.